أقام المركز الوطني للأمن السبراني الفعالية الوطنية الأولى لتمارين الجاهزية السبرانية، وذلك في مركز أو مقر الأكاديمية الملكية للشرطة. وقد شارك في التمرين نخبة من المختصين في مجال الأمن السبراني وعدد من المؤسسات من مختلف القطاعات الحيوية. أقام المركز الوطني للأمن السبراني الفعالية الوطنية الأولى لتمارين الجاهزية السبرانية بمقر الأكاديمية الملكية للشرطة بمشاركة نخبة من المختصين في مجال الأمن السبراني وعدد من المؤسسات من مختلف القطاعات الحيوية، بهدف بناء القدرات الوطنية القادرة على الدفاع عن الفضاء السبراني البحريني وجعله فضاء آمنا. يدعو هذا البرنامج المشاركين والمختصين في هذا المجال إلى حضور هذا النوع من البرامج والتدريب بشكل دوري، مما يضمن مواكبة المستجدات الأمنية في مجال الأمن السبراني. وهذه التمارين تتناول بيئة محاكاة هي تعكس صورة واقعية للهجمات السبرانية اللي ممكن تحدث على المؤسسات. طبعا في آليات محددة مثل الرصد، الكشف، الاحتواء والتعافي، وهذه يهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية لدى المؤسسات وتقليل الأضرار المحتملة من هذه الهجمات في حال حدوثها. سعيدين بتواجدنا اليوم في هالفعالية اللي لها أثر كبير، وإن شاء الله نطلع بفائدة كوزارة المواصلات اللي تتماشى مع الخطة الوطنية للأمن السبراني، وإن شاء الله متأملين أن نطلع بهاي الورشة ونكون على استعداد أتم للتصدي لأي هجمات في قطاع المواصلات بالتحديد قطاع الطيران. الأمن السبراني أصبح عنصراً حيوياً اليوم، ومثل هاي التدريبات الأمن السبرانية لها أهمية كبيرة لأنها تساهم في زيادة الوعي والتعليم بشأن التحديدات وتطوير المهارات الفنية واكتساب الخبرة العملية من خلال معالجة سيناريوهات واقعية وتعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الجهات، وتساعد في تحديد النقاط أو الثغرات الأمنية لتحسينها في المستقبل وتعزيز القدرة على التصدي لتهديدات السبرانية. هذا وتعد إقامة تمارين الجاهزية السبرانية التي تهدف إلى قياس الجاهزية السبرانية ومحاكاة الهجمات الافتراضية لدى المؤسسات والقطاعات الحيوية، وذلك من خلال تنفيذ إجراءات الاستجابة بما في ذلك الرصد والتحليل والاحتواء والإزالة، ومن ثم التعافي والاستفادة من الحوادث السبرانية. حضور مثل هذه الفعاليات المتميزة والأول من نوعها في مجال الأمن السبراني في مملكة البحرين، والتي بدورها تسهم في جاهزية جميع من يعمل في هذا المجال للتصدي لجميع التهديدات السبرانية، حيث أنها توفر بيئة افتراضية تحاكي الهجمات السبرانية الواقعية، كما أن هذه التجربة تعزز الروابط بين جميع المتخصصين في مجال الأمن السبراني وتبادل الخبرات والمعرفة فيما بينهم. احنا دائما على تواصل معهم، وهم السبورت لنا في أي حالة طارئة في سايبر سيكوريتي، في الترينينج، في التوعية، احنا دائما على تواصل معهم وهم مو مقصرين معنا. كوني انا في قطاع صحي، فالمعلومات اللي عندنا شوي سنسيتيف، فدائما نحرص ان هالمعلومات تكون في مكان سيف وما تطلع حق الاشخاص الغير مخول فيها. احنا شاكرين جهود المركز الوطني للامن السبراني، وشاكرين توجيهات الحكومة الرشيدة، وإحنا نتطلع دائما في القطاع المصرفي بالتعامل مع الحكومة الرشيدة للارتقاء بالمستوى الأمن السبراني في مملكة البحرين. تمارين الجاهزية السبرانية جمعت مختلف المختصين في مجال الأمن السبراني من القطاعات في مملكة البحرين، وذلك لاختبار الجاهزية السبرانية وتعزيز الخبرات والمهارات المحلية في هذا المجال.